تحتضن كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش ندوة علمية متميزة حول موضوع تزويج الطفلات، وهو بمثابة إصدار من طرف الأستاذة الدكتورة عزيزة بناني من كلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمراكش. وهذا الكتاب الذي تفضلت الأستاذة بتقديمه أمام مجموعة من الهيئات الحقوقية وأيضا هيئة المحامون والقضاة والأساتذة الباحثون وعموم الطلبة، لما هذا الموضوع يطرحه من حساسيات يعني اجتماعية وأيضا نفسية فيما يخص تزويج الطفلات يعني في سن مبكر. وبالتالي أنه نعلم جميعا أن هناك كثير من الهيئات المجتمع المدني التي تشتغل على هذا الموضوع، والحمد لله البلد ديالنا هو سائر في طريق النمو وتوجيهات السامية ديال صاحب الجلالة نصره الله وأيده، الذي يعني ما فتئ في كل مناسبة أنه يوجه يعني رسائل هادفة فيما يخص الاعتناء بهذه الفئة من الطفلات ويعني رعايتهن من أجل استمرارهن في الدراسة والتربية الحسنة إلى أن يصل مثلا سن الرشد والزواج. وهذا يعني هذا اليوم وهذا الاحتفاء وهذا بهذا صدور هذا الكتاب للأستاذة عزيزة بناني وهذا التقديم لهذا الكتاب والمناقشة من طرف المتخصصين هو يروم حول هذا الموضوع، يعني قضية القضايا في المجتمع اللي هي تزويج الطفلات. إذن نتمنى التوفيق للأساتذة الباحثين ولمجموع حاضرين من أجل يعني النقاش العميق في هذا الموضوع والخروج ب يعني توصيات التي سوف تغني لا محالة يعني الهيئات التي تشتغل على مثل هذه المواضيع الحساسة. نحن هنا في حفل قراءة وتوقيع كتاب دكتورة بناني فريدة المعنون بتزويج الطفلات عنف مؤسسي ورق والتجار بالبشر. ما يهمنا بشكل كبير هو تزويج الطفلات، يعني الإشكالية التي تدخل ضمن مطالبنا يعني في إطار إصلاح شامل لمدونة الأسرة. وتزويج الطفلات هذا يعد إشكالا كبيرا، لأن بصراحة هو فعلا عنف وتجار بالبشر كما وصفته الدكتورة، حيث أن الطفلة لا تتمتع بها، يعني تغصب في طفولتها وبالتالي تتحمل مسؤولية فوق طاقتها، لا جسمانيا ولا حتى ناحية المسؤولية رعاية الأسرة إلى آخره. فلا يصح ولا يجوز نهائيا أن نطلب من طفلة أن تتحمل مسؤولية أكبر منها وأن تربي الأجيال إلى آخره.